الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أصدقائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد من فيديوهات قناة تربية بيتي للطيور والأرانب. هنتكلم النهاردة في موضوع يهم ناس كتير من مربين الأرانب، سواء كانوا مبتدئين أو مربيين قدامى، وهو قلة التحويل بتاع الأرانب أو قلة وزن الأرانب اللي مش بيتناسب مع عمرهم. ناس كتير اتكلمت عن خلطات لتسمين الأرانب، وأنا كنت واحد من الناس دي. اتكلمت في فيديو أو اتنين عن خلطات تسمين الأرانب، لكن واحنا بنتكلم كنا نسينا ان المفروض نتكلم عن اربع حاجات لازم يكونوا متوفرين عشان نبدا نفكر اذا كانت الارانب ديت وزنها بيتناسب مع عمرها ولا لا. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن الموضوع دوت باستفاضه. لكن قبل ما نبدا، ما تنسوش الاشتراك في القناه واللايك والشير، واهم حاجه الصلاه على رسول الله. تابعونا بعد الفاصل. الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أهلا بكم من جديد. قبل ما تبدأ تفكر في خلطات التسنين وإذا كان عمر الأرنب متناسب مع وزنه ولا لأ، لازم الأول تتأكد إن الأرنب بيتوفر فيه شروط معينة أو في حاجات معينة لازم تتوفر في الأرنب، والمكان درجة الحرارة والكلام ده كله، عشان تشوف هل هو الأرنب وزنه متناسب مع عمره ولا لا. من الحاجات دي لازم نعرف الأول نوع الأرنب. حضرتكم عارفين إن الأرانب تقريبا ثلاث أنواع، في النوع البلدي، وفي النوع اللي هو السلالة البيور، وفي النوع اللي هو الهجين اللي هو بيخلط بين السلالة البيور بين البلدي، أو بيخلط بين سلالة وسلالة. النوع البلدي، انتوا عارفين الأرنب البلدي مهما تأكل فيه ومهما تعمل فيه وتديله خلطات والكلام ده كله، هو يا جماعة حجمه تقريبا لا يتعدى 2 كيلو، 2 كيلو ونص يعني، والكلام ده طبعا بعد 5 6 7 شهور. وطبعا دي السلالات البلدي كلها، حتى مثلا تلاقي في الطيور برضك الفرخة البلدي ممكن تلاقي بعد 6 7 شهور ما بتعديش 2 كيلو، فهو ده وضعها. فانت ما تجيش تقول لا ده انا عندي ارنب بلدي وانا عايزه اخليه 4 5 كيلو. كل حاجه برضك لازم لها حدود وليها مقاييس. فالارنب البلدي ده ارنب لا يتعدى وزنه بعد 5 6 7 شهور ال2 كيلو ونص، هو ده وزنه الطبيعي وما بيزيدش عن كده. تمام كده. طيب نيجي الارنب السلاله. الارنب السلاله ده الارنب اللي هو البيور، اللي هو ايه، بيبقى سلاله نقيه، وده يا جماعه وجوده اصلا في مصر قليل، ولازم يكون لو فكرت حضرتك تشتريه مثلا تشتريه من مكان انت واثق منه، تشتريه مثلا من معامل البحوث او الكلام دوت. والارانب دي انا بنصحش اصلا حد يكون بيربيها في بيته، او بالنسبه للناس اللي بتربي عشان تعمل اكتفاء ذات في البيت، لان ده ارنب اولا غالي، وبصراحه لا قدر الله ومات انت هتزعل عليه. الارانب ديت يا جماعه ايوه الارانب بتوصل اوزان مهوله، 5 و6 و9 كيلو كمان وممكن اكتر. فالارانب ديت كويسه ووزنها كويس وبتدي وزن كويس مع الوقت. وعندك كمان الارنب الهجين، وانا بعتقد ان تقريبا 70% من الارانب اللي موجوده في مصر هي ارانب هجين، سواء ارانب هجين بين ارنب بلدي وارنب سلاله بيور، او ارانب بيور مع بعضها سلالات. والارنب ده مميز زي ما قلت لكم انه بيدي وزن حلو في وقت معين، في وقت كويس، في وقت قليل يعني، وبيدي عدد ولدات كويسه. وده يعني لازم تتاكد الاول بقى قبل ما تفكر في التسمين، شوف الارنب بتاعك هل هو الوزن متناسب مع العمر ولا لا. يبقى اذا عرفنا، ما تجيش تقول لي انا عندي ارنب بلدي وزنه مثلا بعد 6 شهور 2 كيلو تقول ده وزنه وحش، لا يا عم ده وزنه كويس، هو ده طبيعته. لكن ممكن تزعل وتقول مثلا انا عايز افكر في التسمين، لو انت عندك ارنب مثلا هجين او ارنب سلاله عدى 6 شهور وزنه 2 كيلو، هنا تبدا تتكلم وتبدا تفكر في التسمين الارنب. يبقى كده لازم اشوف نوع الارنب قبل ما افكر في تسمين الارانب. دي حاجة. الحاجة التانية حالة الجو. ايه حالة الجو بقى؟ لازم تعرفوا يا جماعة ان معدل التحويل في الصيف هو قليل جدا. وخد بالك انت يعني حتى لو مش قليل لازم انت تخليه قليل. يعني ايه الكلام دوت؟ انت عارفين الناس كتير بتبدأ تفضي المزارع بتاعتها او تبدأ تقفل مشاريعها في تربية الارانب في الصيف.
وده لان ارتفاع درجه الحراره بتاثر جدا على الارنب وبتدي بتخلي مشاريع كتير بتخسر او تربيه كتير بتخسر. فبالتالي من ضمن الحاجات اللي بتزود الاجهاد الحراري عند الارنب هي كتر الاكل. فبالتالي احنا بنيجي في الصيف بنقلل كميات الاكل بطريقه كبيره بكميه كبيره، وكمان بدل ما بندي الارنب مرتين اكل يوميا بنديله مره واحده وفي مواعيد تكون الجو فيه كويس جدا، يعني اما بدري او الصبح بدري قوي او اخر النهار يعني بعد الساعه 11 12 بالليل، والافضل انه يبقى مره واحده مش مرتين. فبرضك لازم تعرف ان معدل تحويل الأراني بيقل في الصيف وبيزيد في الشتاء. يعني ما تجيش مثلا في فصل الصيف وتقول الأرانب عندي خاسة أو الأرانب عندي وزنها قليل، لا ده شيء طبيعي لأن معدل التحويل في الأرانب بيقل في الصيف وبيزيد في الشتاء. تمام كده، يبقى كان أول نوع الأرنب ولازم أبص على حالة الجو اللي احنا فيها. طيب ثلاثة، الدم. ايه الدم ده بقى؟ الدم او صلة القرابة بين الارانب او بين الاب والام في الارانب. الموضوع ده يا جماعة انا اتكلمت فيه كتير لكن في ناس مش واخدة بالها منه، وهو مهم جدا في تحويل الارانب او وزن الارانب. كل ما يكون درجة القرابة بين الذكر والنتاية قريبة جدا بتلاقي الناتج بتاعهم او الانتاج بتاعهم بيبقى قليل جدا برضك. فلازم تاخدوا بالكم من الحته ديت، ان كل ما يبقى الذكر من مكان من تاني مكان كل ما الناتج بيبقى افضل، وبيبقى افضل في الوزن وفي المناعه وفي كل حاجه. تمام كده، يبقى نوع الارنب، حاله الجو، نوع الدم او صله القرابه. هاجي بقى اكلمكم عن السر اللي بصراحه يعني مهم جدا في تربيه او في موضوع تسمين الارانب ده. السر يا جماعه في ان مفيش اصلا سر. ليه بقى؟ تربيه الارانب وخاصه في الشتاء موضوع زياده الوزن ده بيرتبط بزياده الاكل، بزياده كميه الاكل. يعني ايه؟ يعني حضرتك لو عايز تزود وزن الارنب عندك زود له الاكل، لكن لازم تاخد بالك من هنا. هتزود الاكل اولا وتمنع الخضار، تمنع اي نوع من انواع الخضار، لان الخضار بيزود ادرار البول عند الارنب. فبالتالي الخضار ما تمنعه عشان تبدا تزود وزن الارنب. يعني نوع الخضار تاكل بس من غير خضار، دي حاجه. تاني حاجه، طيب ازاي ازود الاكل؟ وانتوا كنتوا بتقولوا يا جماعه يعني في القنوات اليوتيوب ان كتر الاكل الارانب غلط، ما هي دي بقى المعادله اللي لازم تاخد بالك منها ولازم تحسبها كويس عشان تزود وزن الارنب من غير ما تاذيه. المشكله هنا في ايه؟ ان انت مثلا الارنب عندك تقريبا بيجي بعد ما يتفطم بتبدا تديله الاكل واحده واحده، واحنا قلنا يا جماعه الافضل تدي الوجبه للارنب على مرتين، وعاملين جدول لاوزان الاكل في الخاصه باعمار الارانب. تمام كده، تمام. طيب هنا مثلا هنفترض ان انت بتدي الارنب عمر شهرين مثلا او عمر 3 شهور 100 جرام او 150 جرام اكل في اليوم. ال 150 جرام دولت بتديهم له على مرتين، مره الصبح ومره بالليل. انا بتكلم ان احنا في الشتاء مش في الصيف. طيب دلوقتي انا عايز ازود وزن الارنب، ازود وزن الارنب ازاي؟ ازود له الاكل. طب ازود الاكل ازاي؟ هي دي بقى المشكله. ازود الاكل حضرتك يعني النهارده مثلا الصبح انت اديته 50 75 جرام اكل، ومفروض بالليل هتديله 75 جرام اكل كمان. لا، اديله 75 جرام في الصبح، وتعالى مثلا بعد في وسط النهار كده زود له شويه اكل كمان. وبس المهم تبقى واقف جنبه لحد تشوفه ده كان هياكل ولا لا. بعد كده تشيل الاكل من قدامه وتيجي بعدها بساعتين ثلاثه اربعه تديله بردك 50 جرام اكل كمان. يعني الفكره هنا انك تاكله كتير لكن على مراحل، يعني تاكله على كذا مره في اليوم بحيث ان هو ياكل كتير وفي نفس الوقت ما يحصلوش تلبك معوي او ما يحصلوش انتفاخ او ما يتعبش من كتر الاكل، لان الارنب لما بياكل بكثره ده بيتعب معدته. وهنا عايز اقول لكم على حاجه، زي ما قلت لكم لازم نمنع الخضار، والاكل دايما لازم يكون فيه عليقه لان العليقه هي سبب رئيسي من اسباب التسمين عند الارانب. يبقى الاكل، يبقى تسمين الارنب بيبدا بزياده الاكل. عايز تسمن ارنبك
بص انت في انه فصل؟ لو احنا في الصيف لا مش هزود اكل، واخلي الارنب ياكل زي ما انا زي ما قلت لكم مره واحده في اليوم. ما تفكرش في تحويل اوزان في الصيف خالص، ما تفكرش في الكلام ده. تعال ابدا في دخول الشتاء او في اعتدال الجو، ابدا زود للارنب اكل بالتدريج، يعني اديله مثلا الصبح 75 جرام ولا 100 جرام ولا 50 جرام زي ما تديله، وبعدها بساعتين ثلاثه اديله برضك 50 جرام، بعدها بساعتين ثلاثه برضك اديله 50 جرام زياده، اديله زي ما انت عايز تديله، فاهمني؟ وطول ما انت بتلاقي الارنب بياكل معاك اديله، بس ما تكترلهوش في المره الواحده، اديله على فترات. يعني يا عم اكل الارنب نص كيلو عليقه، لكن اديهوله على خمس ست سبع ثمان مرات في اليوم. دي الفكره، ان انت تعادل بين قله الاكل او تعادل بين عدم ضرر الاكل للارنب، وفي نفس الوقت انت بتسمن الارنب او بتزود وزنه. اذا هنا يبقى كده عرفنا اربع حاجات لازم تفكر فيهم في قبل ما تفكر في تسمين الارنب. بصراحه يا جماعه انا يعني انا رغم اني اتكلمت زي ما قلت لكم قبل كده مره او مرتين او في الموضوع دوت، وقلت لكم على كذا خلطه لتسمين الارانب، لكن هي اسهل خلطه او اسهل حاجه لتسمين الارانب هو انك تحدد الاربع حاجات اللي انا قلت لك عليهم دولت: نوع الارنب، حاله الجو، صله الدم بين الذكر والنتايه، وكتر الاكل او نوع الاكل اللي بتاكله له. ده اللي بيحدد معاك ويزود معاك الارنب. ورغم ان انا مع الوقت عرفت ان مجرد الاكل بس عليقه، لو انت بتاكل عليقه بس، مجرد انك بتزود له في العليقه ده في حد ذاته بيساعد الارنب على زياده الوزن وفي وقت قليل جدا. اتمنى ان انا اكون فدتكم في الموضوع دوت. ان شاء الله انا هسيب لكم تحت في الوصف رابط على التليجرام، ان في ناس كانت بتقول احنا كنا عايزين نحكي تجاربنا، هي كانت فكره جميله بصراحه. فانا هنحط رابط على التليجرام، اللي حابب يحكي عن تجربته في تربيه الارانب سواء كانت بالفشل او بالنجاح عشان الكل يستفيد منها، هحط لكم رابط تحت. اتمنى ان انتم تساعدونا في افاده الناس. اتمنى ان اكون وصلت لكم المعلومه بشكل صحيح. شكرا للمتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.